كل ما تطيح قوم، كل ما تطيح قوم، إلى متى؟ إلى أن تلقى الله عز وجل. كلما تكرر الذنب كرر التوبة، كلما تكرر الذنب كرر التوبة، إلى متى؟ إلى أن تلقى الله عز وجل. تفعل الذنب أتبعه بالتوبة، تفعل السيئة أتبعها بحسنة، إلى متى؟ إلى أن تلقى الله عز وجل. هذا هو الإنسان. ما في أحد معصوم يقول لك أنا ملتزم وأنا قريب من الله عز وجل. لا والله، أنت حي وتتنفس وتشوف وتسمع، ستذنب، وقد يبتليك الله عز وجل بالذنب حتى يرى من أنت بعد الذنب. هل أنت التائب العائد إلى الله تبارك وتعالى؟ لا، كالذي وقع على ذنبه ذباب وقال به هكذا وطارت، ولك أن عصى الله عز وجل. فلا يمل الله عز وجل من توبتك، وأنت أيضا لا تمل من التوبة. أسأل الله عز وجل يرحمه. الآن رجعت عدت المقطع فاكتشفت في كلجة ومشيت، الظاهر أنها مشيت كمان عليكم. فأخر المقطع لما قلت كالذي وقع على ذنبه ذباب، ذنبه مين؟ أنفي ذباب فيقول بها كذا. هذه مقولة ابن مسعود، يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بها.